بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائنا مشاهدينا ومتابعينا في قناتنا خربشات، جبنا لكم فيديو جديد. صيد التمساح سيد الانهار، التمساح الافريقي. شوف 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 شوف, شوف, شوف. قطيع من التماسيح واجبه. شوف شوف شوف, شوف. يهجم على قطيع من الغزلان. شوف 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 شوف, شوف, شوف. سرب. تم القضاء على جميع الغزلان، وجبة دسمة. هنشوف ونتابع. شوف 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 شوف, شوف. تمساح النيل وزنه إصابة مميتة. شوف شوف شوف, شوف. فك التمساح بلا لسان يبتلع الأعداء. شوف الجلد، طبعا جلد التماسيح من أشهر الجلود ومن أغلى الجلود. إصابة مميتة. شوف شوف إصابة قاتلة في الرأس، سقط. بأكد عليها برصاصة تانية، مميتة. شوف شوف شوف, شوف. الأسد ملك الغابة. شوف شوف شوف, شوف, شوف. التمساح. شوف, شوف شوف يتحدى الأسد. الأسد انسحب. كله يلعب في ملعب. شوف شوف التمساح مستلقي. والصياد يستعد. إصابة مميتة. التمساح سكر. كده التمساح ملوش أي فرصة للنجاة. طبعا شوف 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 خد الغزالة خلاص. التمساح من ذوات الدم البارد خلاص خد الخنزير غاص بيه. القاتل الصامت وضع الاستعداد. هنشوف ايه اللي هيحصل. إصابة مميتة. أكد عليها برصة تانية. طبعا ده مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، وأنا وعدكم بإذن الله تعالى جاي يكون أحلى وأحلى وأحلى بفضل تعالى. الصياد في وضع الاستعداد. شوف التمساح. شوف 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 التمساح في مرمى الصياد. إصابة مميتة. خلاص شوف 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 التمساح تقريبا حصل له حالة شلل. أكد عليه برصاصة تانية مميتة. الصياد سعيد. التمساح قابع في قلب النيل. يتربص بالغزال. شوف 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 خلاص قدم رجل الغزال يبتدي عملية الغرق البطيء. خلاص بقت وجبة. شوف بيختار التمساح الأكبر. إصابة مميتة في الرأس. طبعا هنا الصياد بيستهدف رأس التمساح، المكان القاتل.
خربه مميته. شوف 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 الرصاصة أصابت رأس التمساح. شوف 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 في الرقبة أصاب الرقبة. السيدة بتجرب حظها مع تمساح النيل. وضع الاستعداد. في الرأس إصابة مميتة. في الرأس إصابات في الأماكن المميتة للتمساح. هنا بيحدد لك المكان القاتل خلف العين رأس التمساح خلف العين مرة ثانية. والأماكن الأخرى العمود الفقري خلف الرقبة مباشرة مكان مميت. شوف 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 الصياد بيجرب خلف الرأس إصابة مميتة. شوف 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 كسر رقبة التمساح كده مفيش أي حركة. شوف الزحلف لا صدفة قاسية بالنسبة للتمساح. قطعة بونبون حلوة. شوف التمساح بيكسر صدفة الزحلفة ببساطة. يشترك طبعا مع قرش الثور في ذلك. شوف المكان القاتل مكانين العمود الفقري في نهاية في بداية العمود الفقري وال رأس التمساح. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا.